مهدي ما وصلت امك بعد؟ لا ليش؟ عندي موعد مضطر امشي، موعد مع صاحب الكرم، وعدوا البنك يعطيه مصاري، بدنا نعمل اجتماع ونقرر كم شغيل زياده بدنا نجيب. ليش اخذ مصاري من البنك؟ مرته معها مصاري، ليه ما اخذ منها؟ مرته ما معها مصاري، اهلها اللي معهم مصاري، واهلها ما بيحكوا معها. ليش ما بيحكوا معها؟ لانها تجوزت مسلم، شو قولك؟ وتنكون منصفين بالخبريه، كمان اهله كانوا معارضين زواجهم من مسيحيه. هالامور حساسه بين كل الاهل وبكل الطوائف، البلد هيك. انت مشان هيك معارض عائشة؟ لا اعوذ بالله يا ابني، المساله مش مذهبيه ابدا، بالنهايه كلنا اسلام. المساله صارت سياسيه وبس للاسف. والدم اللي صار بيننا وبينهم بده وقت تينشف يا ابني. ما بعرف اذا على ايامك وايام عائشة بينشف الدم. انا اول فرصه بتجيني حامل حالي وفيلم هالبلد ومش راجع عليها بحياتي. مهدي